بقى إلا يوصلوا. هلأ بيخبصوا الشغلة ما عاد تتصلح بنوب. وعمره ما تتصلح، هذا بقى اللي ناقصنا. ميرنا خلينا نمشي. خالي ميرنا لوين رايحة؟ في عنا شغل. خذيني معك وصليني عند ماما. حبيبتي غير مرة. الله يخليكي. خلص أنا باخدك بعدين. توعديني؟ وعد. يلا فوتي لجوه. خليل ابني دير بالك وما ترد على حدا. وليش عم يدوروا عليها لهلا؟ يلا خلينا نفوت. ليلى لا تصرخي، شو هالصوت مثل الغربان؟ هلا بتجي. صباح الخير. صباح النور. ان شاء الله نمتي منيح. اي ما نمت ولا لحظه. مسكيني والله. ايه شو قررتي تعملي؟ لازم تلاقي حل بسرعه. ما بعرف، دمروني. اسمعي اصحك تتعاطي مع هالجماعة. ما بتعرفيهم بنوب، خلي عقلك براسك ولا تروحي على الشرطة ولا شي. وإذا هالمرة نفدتي منهم والله تاني مرة ما بتنفدي بنوب. نفدت منهم ما هيك؟ تدمر زواجي يا بنتي، تدمر، تدمرت حياتي. وشو إلك بهالزواج؟ من هون بلش الغلط. مدامك ما حكيتي لزوجك الحقيقة غيري الحكي، يا أما قولي له مزاجك كان معكر أمتي قلتي له هيك. رجعي لعند زوجك ومع الوقت بينسوكي. ما فيني اظلمه ليوسف. يا الله اصبح خليكي هون وموتي مثلنا. وهنن معهم كل الصور كل شي. اوف هلا رح يستعملوكي بكل اعمالهم الوسخه. مو بهالسهوله. رح فرجيهم مين بتكون ليلى. ما رح تقدري عليهم. يا الله اذا رحتي على الشرطه بتكبري القصه ليلى. عم تفهمي؟ أنا شغلي مو مع الشرطة، بس عم فكر بناس غيرهم بعرفهم منيح. مين هدول الناس؟ ما بتعرفون. كانت ليلى من زمان تشتغل عند كوافيرة، بس بعمرها ما قالت وين كانت. خلينا نحكي مع عمر بلكي بيعرف شي. زاهر كان عنده رفيق محرم. زاهر اتعرف على ليلى عن طريق محرم، كان عنده محل قطع تبديل. بتعرف وين محله؟ اها. ليش ما حكيت من قبل؟ شو بيعرفني هلأ تذكرت؟ معناتها قوم خلينا نروح لعنده بركي بيعرف عنوان أو شي. حبيبتي خليني وصلك على المشفى وبروح أنا لحالي. أنا رايحة معك. ميرنا لو سمحتي ما بدياك تتدخلي بهالقصص. خليل لما تكون حياة ليلى معرضة للخطر ما فيني انسحب. خلينا نمشي. ماشي لك اتفضلي. صحة وهنا يا بيك، شرفتونا. شكرا كتير. وهذا محرم وين محله؟ بالصناعة. وانت كيف تعرف محله؟
قلي كيف عرفت محله؟ بعرفه، مرة دلني زاهر عليه. الو